منى الخليلي من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، عضو الأمانة العامة وأمينة السر. أوكي، هذا المؤتمر هو من أهم المؤتمرات التي عقدت في هذه المرحلة، لأنها ستخرج باستراتيجيات وخطط عمل لصالح المرأة العربية، وسيتم الخروج باستراتيجية عربية موحدة رغم خصوصية كل بلد، ولكن هناك مشاكل شبيهة بهاي البلدان. المرأة الفلسطينية لها خصوصية مختلفة عن بقية أخواتها العربيات، لأننا ما زلنا نرزح تحت الاحتلال الإسرائيلي، وهناك انتهاكات ضد المرأة الفلسطينية سيتم الإشارة إلى داخل المؤتمر، وأيضا سيتم طرح بعض المقترحات من قبلنا بشأن تخصيص فعاليات للتضامن مع الشعب الفلسطيني، خصوصا بعد قرار الأمم المتحدة باعتماد 2014 السنة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وهذا العام نطالب فيه الاتحادات العربية والمرأة العربية بعمل فعالياتها من أجل دعم ومساندة المرأة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي. دعم المرأة العربية بهذا المؤتمر سيكون من خلال إصدار استراتيجية موحدة، لأن قوتنا في اتحادنا كنساء عربيات. هذا المؤتمر سيناقش أيضا وضع الاتحاد النساء العربي العام، اللي هو جامع لجميع الاتحادات العربية، واللي مناقش فيها كل تحركات وخطط عمل الاتحاد النساء العربي العام، واللي بالتالي لكل اتحاد عربي نسوي له مرجعيته، له خططه وعمله منبثقة من البرنامج العام، مع أخذ خصوصية كل دولة.